السلام عليكم ورحمة الله. حصة اليوم اختبار رياضيات. نبدأ بسم الله. عندكم التمرين الأول، نلاحظ هذه نقاط: النقطة رقم 1، النقطة رقم 2، النقطة رقم 3، النقطة رقم 4، والنقطة رقم 5. إذا أنت تأخذ المسطرة وتصل بين النقاط من الرقم الأصغر إلى الرقم الأكبر. إذا تبدأ من رقم 1، ثم العدد الذي يليه بعد العدد 1 ماذا؟ نعم، تبحث عنه وتتصل بين النقطة 1 والنقطة كذا وكذا، ثم بين النقطة كذا وكذا والنقطة كذا وكذا، ثم تحصل على شكل جميل جدا يعجبك كثيرا. إذا ننتقل إلى التمرين الثاني. إذن ها هو التمرين الثاني، لاحظوا عفوا نعم إذن التمرين الثاني تكمل كتابة الأعداد في مكان النقط. انظر، سنشرح. لاحظوا الصف الأول من الأصغر إلى الأكبر. انظر، نبدأ من الأسفل إلى الأعلى، ومن العدد الأصغر إلى الأكبر. عندنا رقم 1، العدد الذي يأتي بعد 1 كذا وكذا، ثم كذا وكذا، ثم 4. انظروا، 1 كذا وكذا، ثم كذا، 4 كذا وكذا، ثم العدد 2، انظروا، 2 كذا، 4 5، ثم 1 2 كذا، 4 كذا، ثم هنا العدد 4 5، وهنا العدد كذا وكذا وكذا. إذا ننتقل إلى العدد هذا الشكل. انظروا، هذا الشكل عكس هذا الشكل. هنا من العدد الأصغر إلى العدد الأكبر، ولكن هذا الشكل من العدد الأكبر إلى الأصغر. إذا لاحظوا جيدا، عندك 5 5 5، إذا هنا كذلك، وهنا ماذا أيضا؟ إذا انظروا، هنا 5 4، والعدد الأصغر من 4 هو 3، ثم العدد الأصغر من 3 هو، إذا هنا هو هذا، انظروا، ثم العدد الأصغر من هذا العدد هو كذا 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 كذا، إلى نصل إلى العدد الأخير. إذا قلنا من الأكبر إلى الأصغر. لاحظوا هنا، من الأصغر إلى الأكبر، عندنا 1 كذا كذا، 4 كذا، 2 كذا، 4 5، إلى آخره. أما في هذا الجدول وهذا الشكل، نبدأ من الأصغر، عفوا، من الأكبر، نبدأ من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر. فكروا واملأوا الخانات الفارغة بالعدد المناسب طبعا. الآن ننتقل إلى التمرين الموالي. لاحظوا التمرين الثالث. انظروا التمرين الثالث يا أطفال. لاحظوا، نلاحظ التمرين الثالث. صل كل رسم بالعدد المناسب. تلاحظ الرسم كم عندك، وعندك أعداد مختلفة. هنا عندك العدد 3،
العدد 2 والعدد 1. أنت تصل حسب العدد، حسب الرسم تصل بالرقم المناسب أو بالعدد المناسب. إذا كان هذا تربط بهذا، إذا كان هذا العدد هو المناسب تربط بهذا، إذا كان هذا تربط بهذا. نفس العمل لهذا الرسم أيضا، لاحظ الرسم، أحسب، ثم أربط بالعدد المناسب. تأخذ القلم نتاعك المجموعة، ثم تبحث عن العدد المناسب وترسم وتربط. كذلك هنا المجموعة هذه، انظر كم عندك وابحث عن العدد المناسب واربط. نفس العمل لهذه المجموعة ونفس العمل لهذه المجموعة. التمرين الرابع والأخير، لاحظوا عندنا مجموعات من الأشياء، المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، والمجموعة الثالثة. عندنا هنا الدب، هنا البيض، وهنا الشمعات. إذا هنا الرسم الأول يجب أن يكون عندك 6، وهنا يجب أن يكون عندك 7 بيضات، وهنا يجب أن يكون عندك 8 شمعات، لا أكثر لا أقل. إذا ماذا تفعل أنت؟ تعد هذه الرسومات، تحسب وتأخذ 6 فقط، تحسب إلى العدد 6، ثم الأشياء الزائدة تضع عليها علامة، هذه العلامة، تضع هذه العلامة تحت كل رسم زائد. عندك 6، تأخذ 6 فقط، وكل رسم زائد تضع هذه العلامة للرسم الزائد. كذلك للبيض، إذا انظر العدد الذي عندك، يجب أن يكون عندك هذا العدد من البيض. إذا تحسب جيدا وتضع العلامة على البيض الزائد. نفس العمل للشمعات، للشموع. إذا هذه شموع، نحسب الشموع، ولازم يبقى لك تدي فقط 8 شمعات، والشمعات الزائدة تضع هذه العلامة على الشمعات الزائدة. أظن أنه مفهوم. إذا حظ سعيد، وإلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.